هنعمل شويه سلطه حلوين، معانا قرنبيط وسبانخ اوكي، ومعايا مشروم، ومعايا خرشوف بيبي صغنونه، ومعايا عسل اسود، طماطم شاري، والدريسنج بتاعي والمشروم والدريسنج بتاعي زيت زيتون وليمون. طبعا الملح بتاعنا مفهوم مفهوم. طيب هنعمل ايه اول حاجه؟ نعمل دريسنج اوكي. اول حاجه هنعمل دريسنج، هنعمل ايه؟ هناخد الزيت والليمون وشوط ملح، ملعقه زيت مش كبيره قوي يعني اهو، ومعلقه ليمون. هنضرب الكلام ده مع بعضه يعني كده ايه علشان يمتزج. تمام اوكي. بعد كده نحط عليه بقية المكونات اللي هي ايه بقى قلنا؟ طيب اول حاجة هناخد الكرنبيت، زهر القرنبيط زي ما هو كده، ونحطه اوكي. مش كتير قوي بقى اوكي. مثلا خلاص. ونحط سبانخ، ورق السبانخ فريش زي ما هو، سبانخ البيبي الجميلة دي فريش زي ما هي. وبعدين نعمل كده اوكي. والخرشوف بيبي بيبي مسلوق بليمونه، ونحط شوية شيري توماتو لطاف. وهن ايه شيري توماتو كبيرة صغيرة وريفر، هنقطعها اتنين، ده بيخليها تنزل ميتها، والشيري توماتو اكثر يعني حلاوتها احلى وكده. ونحطها اوكي. تمام. ومثلا اتنين مشرومز كبار حلوين كده، كويسة. يبقى كميات تقريبا ايه متوازنة. ممكن نحط بقى ايه معلقة صغيرة من العسل الأسود. كمية كبيرة ممكن نحط عسل أكتر مع الدريسنج عشان ايه الحديد، يعني هنلاحظ ان كل الحاجات اللي حاططها دي فيها كم عالي من الحديد اوكي. ونقلب